بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربي يحيي وإياكم الحياة الطيبة. بعد أن طرقنا العديد من أبواب السعادة، بعد أن تفاءلنا، تعلمنا كيف نعيش اللحظة، كيف لا نتأثر بالماضي ولا نخاف من المستقبل، تعلمنا كيف نرحم بعضنا البعض، تعلمنا كيف نصرف الهموم. اليوم نطرق بابا آخر وهو اعتبر من تجارب الخير. كلنا نحيا ونعيش صعوبات، مشاكل، محن، شدائد، ابتلاءات، نوعية متاع حياة، واقع صعب. كلنا نحتاج لنأخذ الدروس والعبر من بعضنا البعض. إذا أردت أن تسعدي فاعتبري من تجارب الآخرين. الحياة فترة من العمر سنعيشها ثم تنتهي، هي دار ممر، هي رحلة وستنتهي. والحياة الطيبة كما قال السلف الصالح هي الرضا والسعادة. من الطرق السالكة لضمان هذه الحياة الطيبة هو الاعتبار من تجارب الآخرين، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، لأولي القلوب التي تفقه وتفهم وتعي الحق. تجارب الآخرين هي دروس جاهزة حاضرة تأتينا على طبق من فضة. الدنيا كلها امتحان، وفينا اللي ينجح في الامتحان، وفينا اللي دوبل، وفينا اللي تحب له سنين وسنين باش يتعلم ويتربى. وثم ما شاء الله شكون يتعلموا بسرعة ويمروا ما شاء الله بهمة عالية نحو الأسماء والأفضل، ويعيشوا حياة هادية أو حياة طيبة. القاعدة الأولى: نحن نتعلم من أخطائنا وأخطاء الآخرين أكثر مما نتعلم من طاعاتنا وطاعة الآخرين. هذه القاعدة الأولى، اللي علمك أكثر هي الطيحة والكبوة والامتحان والابتلاء. نتعلم من خلال تجارب الآخرين المطبات في الطريق. إحنا منزلق، إحنا بالك عقوق الوالدين يوصل إلى كذا، هنا الزنا يوصل، الخمر يوصل، المخدرات توصل. أخطاء الناس وما كلفتهم وما حدث لهم من مآسي يجب أن أعتبر بها، لأن القرآن يأمرني بذلك، ولأني أنا أبحث عن الحياة الطيبة وأبحث عن السعادة، فعلي أن أعتبر من تجارب الآخر. لماذا أجرب أشياء مجربة أصلا ونهايتها معلومة معروفة لدى كل الشعوب؟ إذن علينا أن نعتبر بتجارب الآخرين، لأنها عبارة عن طريق معبد ليس فيه حفر. إذن علينا أن نمشي في الطريق المعبد والمشع بالأنوار، لأن يعني الطريق المعبد تلقاه فيه الضوء ما شاء الله. نحن إن شاء الله سنواصل طريقنا متبعين في ذلك الطريق المعبد والمضيء بالأنوار إن شاء الله. قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي الألباب، ويا أولي الأبصار. خذوا العبرة، خذوا الدرس، اعتبر يعني تفكر، تدبر، تأمل واعمل النظر. التفكير يعني خدم عقلك، حلل، ميز، ما تترماش على الموضوع بجهل. التدبر يعني على مهل، ما تتسرعش، فكر لكن بتأني، وأقرأ حساب العواقب، شوف الموضوع من جميع الجوانب. التأمل يعني نفكر وندبر وشوف العقبة ونعود الموضوع، نعود نحلله ونعود، ما نستعجلش، حتى كان فهمت زيد تريح وعود خوضه من جوانب أخرى. وقت اللي تهضم الموضوع يهبط سهل، سهل على المعدة وتهضمه، سهل على العقل ويفهمه.
نقول أنا والله دققت وبحثت مليا مليا في الموضوع باش نعتبر وناخذ القرار أو ناخذ الطريق المعبد السليم اللي ما فيهش مخاطر. كيف نعتبر بتجارب الآخرين كي نسعد ونحيا الحياة الطيبة؟ ربي قال سبحانه وتعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. القصص اعتمده المولى عز وجل في القرآن الكريم ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، باش ياخذ الموعظة، ياخذ العبرة ويتذكر، يصبح أكثر وعي، أكثر نضج، أكثر فهم. فما بالك أنا الضعيفة أصلا، المقصرة أصلا، الناقصة أصلا، المخطئة دائما دائما، يعني يوميا الإنسان يخطئ. من أجل أن نعتبر أو نتعلم كيف نعتبر من تجارب الآخرين، سأجدد بعض المفاهيم في القلوب، بعض المعتقدات في القلوب، وأذكر ببعض السنن، وأعتمد على قيم تساعدني على الاعتبار من تجارب الآخرين أو إعطاء تجربتي جاهزة للآخرين. تحتاج أيضا إلى أخلاق. أذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، إذن كل شيء قضى وقدر من عند الله جل في علاه. وقلنا رب خلق الخير والشر خلقا وعلما لا عملا، يعني رب خلق كل شيء، هو الخالق الوحيد، هو المبدأ، هو المعيد، ولكن لما قدر علي أنني سأقوم بالعمل الفلاني وأفعل كذا أو كذا، قدره علما، كتبه لأنه يعلم مش لأنه أجبرني على ذلك. إذا قضاء الله وقدره هو خلقا من عنده، وحين كتبه علي لم يكتبه علي بظلم ولا بإجبار ولا بتأثير ولا بمظلمة. سبحانه وتعالى بيّن لنا الطريقين، قال: وهديناه النجدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. متاع الدنيا تأخذ منه القليل خير من اللي تأخذ الكثير، ويشغلك على المولى عز وجل. يا أيها الناس إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شر، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. يعني أنا راني وريتكم الطريقين الخير والشر، وما خليتكمش تحبوا الشر، لا خليتكم تحبوا الخير. فالفطرة السليمة أنك الأصل تحب الخير مش تحب الشر. منين جاء الشر؟ جاء من ثمرة المخالفة، من ثمرة المعصية. الشر يأتي حين تخالفين أنت شرع الله. ربي خلق يدي قبل أني نذبح بها، قبل أني نطبطب بها، وقبل أني نطبخ بها. إذا خلق الخير والشر خلقا، وعلم أنني سأفعل بها الشر أو سأفعل بها الخير. قيد نورا لمش تعمل الشر، فلان راهو مش يعمل الخير. كتبه لأنه علمه، مش لأنه أجبرني عليه وقدره عليه، أبدا. قدره علما وليس ظلما، هذه النقطة اللي لازم كل الناس تفهمها إن شاء الله. إذا ربي ورانا الطريقين، قال لك هذا ألهمها فجورها وتقواها، وقال لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل شيء واضح، الخير والشر واضح عند الجميع، الاختيار من عندك، يكتب ربي على حسب اختيارك، مش يكتب لأنه قضى عليك أن تكون عاصي ولا تكون كافر، حاشا لله. ربي سبحانه وتعالى ما يأتي إلا بالحق. ربي خلق عباده أحرار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت حرة، تحب تؤمن تحب تكفر، وأنت تحب تشكر ولا تحب تكفر. ربي قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبشرنا اللي يمشي في طريق الخير راه من المفلحين، يعني الناجحين، نجاح مبين وفوز مبين وفوز عظيم. لكننا نعيد الأمر إلى الله خلقا، الهداية من عنده، الرزق من عنده، الفضل من عنده، العطاء من عنده، النعمة من عنده.
الله خلقني فهو يهدي. خلق وهدى. من أنا شو عندي؟ عندي نية فقط، عندي القصد، عندي الرغبة، عندي الوجه. عبارة أنت واقفة في هيك العظمة، شو يسميه وهي العظمة، واقفة فما نجدين طريقين. كانك واقفة دايرة على اليمين يعبد لك ربي الطريق ويدزك، وكانك دايرة على اليسار يسلمك. باش تمشيش باش تلقى، باش تلقى الشر، لأنك ما باش تقترف إلا الشر، فالثمرة ما يضرش لين الشر. ربي خلق اليمين وخلق اليسار، أنا ما جبركش باش تمشي على اليسار. قالك راهو اليسار طريق النار، وراهو كان تعمل كذا راني نحرقك، أنت حرة، اعمل اللي تحب. ادخل المغازة عبي في الشرير اللي تحب، قدام الكيسة خلص، عبي صحيفتك باللي تحب، أما راني باش ندفعك الثمن. ما خليناش على عمانة، خلينا كل شيء واضح، كل شيء بين. إذا ربي علم من منا موجه وجهه لليمين ومن منا موجه وجهه لليسار. اللي موجه لليمين قالوا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والأخرين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. خلص، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعرفك لي أنت مكش أهل الهداية ما يهديكش، وهذاك يعرف اللي هو أهل الهداية يكرمه. إذا كل شيء يعيله إلى الله، أما الحسنة من عنده والسيئة من عند نفسك. أنت تمشي بسلطتك. خلق النور وخلق الظلمة ولم يجبرك على الظلمة. أنت اللي أخذت الظلمة، دخلت تحت الظلام ورميته فوق راسك، يعد مثرية من نور، اخترت الظلام، فأنت تتحمل الظلمة. ساعات إنسان يعمل حاجة باية، وأنا وكاتي مشكرك شروحي، وأنا وفقني ربي، وأنا أنت لا شيء. توفيق من عند الله والفضل من عند الله، أنت بالحق صادقة في نيتك وربي كرمك، واللي يصدق النية ربي تطلب نية، والسلام كاتب الجواز. إذا لما ترجع الفضل لنفسك قدم شوية، قل شكون هداني، شكون أعطاني العقل اللي يميز بيه، نتأمل، أتدبر، أعتبر، أفكر، الله. أنا كلي لهو من هو إليه. خلاص، هذه عقيدة يجب أن يعاد تثبيتها دائما في القلوب، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذا كل ما أنت عليه من خير هو عطاء من الله، هو الذي أعطاك الخير، هو الذي منع عنك الشر. لما تتوجه للهداية هو اللي منع عليك طريق الشر، وهداك ويسر لك ووصل لك حتى العلم، وكيف تقرأ القرآن، وكيف تؤدي الطاعات، كيف تنتهي عن المعاصي، كل شيء وصله لك ربي سبحانه وتعالى. فكل خير من عنده وهو القائل، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. كل واحدة تعرف شعطها ربي، البصر والسمع والعقل، كل الخيرات اللي انت تتنعم فيها كلها من عنده. اصلا ما بداي يأمرك بالطاعات الا ما تمتعت اقل شيء 12 سنة في الدنيا بدون لا حساب ولا عقاب. وحتى لما امرك باش تطيعوا المنفعة تعود اليك، فهو الغني عنك وعن اعمالك. اراد لك الخير فامرك بان تتبع طريق الجنة، تطيع، تعمل كذا، تنتهي عن كذا. من استجاب كان من المفلحين، ومن عصى كان من الخاسرين. المعتقد الآخر اللي نحب نركزه في قلوب أخواتي، أنه راه حتى الرزق، الرزق لا دخل لك فيه. عم تقول الرزق بيد الله. خرجت اليوم باش نشري كاس غرفة صحن، إذا لما تاخذه ليس من عندي ولا من جيبي ولا من مالي، أخذته من عند الله، ونفرح أن ربي هو اللي رزقه لي، ونفرح أن ربي هو اللي وصلني ودخلي سويقاتي لهذه المغازة، مش هذه كل واحد يمشي يأخذ نصيبه. يعني أخذته ليس باعتماد عقلي ولا باتخاذ الأسباب، أنا ننكرهم، لا ما ننكرهمش، ولكن من الذي سبب الأسباب؟
من الذي سخر لك الناس ليخدموك باش تعطوا بفلوس؟ من الذي سخر ناس يصنعوا الكاس؟ من 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 لما تسأل طوس 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 تلقى كله منه وإليه جل في علاه، بيده ملكوت كل شيء. ولما تاخذ سبحان الله هذا تاخذ الكأس بربي تفرح به، الفرحة تكون في القلب طبعا، الرضا والسعادة، احنا قلنا الحياة الطيبة هي الرضا والسعادة، ترضى به لأنه هيك قسمي. ولما ترضى تسعد وتفرح تستمتع به، حتى ولو تشوف في دار أخرى تلقى والله صرفتي خذيت سيرفيس خير من سيرفيسي. لا تتمني ما لا ترزق به، قاعدة، لا تتمنوا ما لا ترزقوا. رزقك في هيك السيرفيس اللي خذيته، هيك اللي قدره لك ربي، افرح به وارضى به واستمتع به. لما تفرح لما ترضى ولما تسعد تأتي معه يبارك لك فيه ربي ويحببك فيه، وتولي ثم حميمية بينك وبين حتى ما تملكي. ساعتكم ثم عندك حميمية مع كرسي، مع كاس، مع ثوب تحس فيه بيه معناها بالأرحب بالأريحية سبحان الله، وتغسلوا تعود تلبسوا اللي فرط الراحة اللي ربي رزقك، ربما شريته برضا أكثر، بمال أطهر، بقلب أوسع، فربي سبحانه وتعالى ينزل فيه البركة وينزل فيه السعادة، وتقول الحمد لله. وقت اللي تقولها الحمد لله تقولها بصدق، حاجة تعجبني نرتاح لها نستمتع بها، ربي كرمني بها، تولي تذوق وتعيش ما معنى أنني عبدة لله وأنه هذا رزق من عندي ربي. لما تحمد ربي وتفرح باللي أعطاك ممكن أنت تقولي أرقى، قد تحمد تحمد أنت مش أنا شريت، شفت الشريط أنا الثوق متاعي أعطاه لي ربي، شوف الأسلوب الوجه يتبدل، أدبك يرتقي سبحان الله، تقبل عابدة مستشعرة النعمة شاكرة ربي حامدة المولى عز وجل على ذلك الرزق. مش نعطيكم قصة تثبت ما قلت. ثم أخ قال ما نتزوج إن شاء الله إلا من حضر نفسي ونكون مؤهل للزواج مادي، يعني معناها نكون قادر. تقدم الوحدة من ديرته من أراضي بها فرحان بها وراضي بها فرحان بها. عندهم في عادات الخليج أنه وقت اللي يجتمعوا باش يكتبوا الأصداق يحددوا المهر وثمنوا يدققوا يعني المتطلبات الكل. اجتمعت العائلتين في مجلس الضيافة، شيء كبير، الناس كل مجتمعين، بديت أصداق قبل أسبوع قد تقدم من زواجه واشترطوا عليه كذا كذا، مهيأ نفسه إذا به وقت اللي باش يكتب أصداق قد قالوا له لا نحبه كذا كذا. غضب هذا اللي متهيأ له وهذا اللي محضر له وما قبلش، بطل كل شيء. مو ساعات الإنسان الغضب بيخليه يعمل يشوفش ما يقراش العقل، لا يعتبر، لا يقرأ العواقب، لا يتأمل، لا يتأنى، اغضب وخرج وهز ضيفانه وولديه وخلى الناس هذا مشد وهذا مشد وبطل العرس في الأسبوع الأخير. قال يا رسول الله أنا صارف معناها كاري صالة ومصاريف وحلو ما يخفق غير ما ندقق، حتى نمشي نقاشي وحيدة تقبل الزواج على أسبوع، دار دار ولا حد إنسان يعطيها على أسبوع، كل إنسان يخويا مش أمر هين. الذكر اللي عندهم وحدة معاقة في الدير متاحهم يعرفهم مش أدرق الباب، البوها يا فلان نحب نتزوج بنتك، أنت تعرفها معاقة؟ نعرفها، قابل قابل، المهم الفلوس. تزوج، لما تزوج يلقاها جميلة ما شاء الله، ولكن الشلل يعني كبير، يعني نصف الأسفل كله مشلول، ما هوش كيف ما توقع. عاش معها نصف الشهر وسافر، رجع قال نحب نطلق، رجعوا لي المهر متاعي. قالوا له لا ما رجعوش، انت كي تزوجت على علم وعلى بينة من أمرك وهذاك أصبح حق من حقوقها، انت باش تطلقها هذا حقك. في قد تقدموا يعني تشكاوا في القضاء، في الأثناء طلعت حامل.
البنية فرحت قالت له نتنازل على حقوقي الكل، المهم هو يتنازل على الوليد، هو اللي في كلفتي، أنا اللي ربيه وأنا اللي نأدبه وأنا اللي نعيش معه، ويجي هو مرة في الأسبوع مرة في الزوز أسابيع ما نحرموش من ابنه. قال موافق، هم رجعوا لي فلوس. البنية هذه كي تولدت كي خبروا بوها اش قالوا له، قالوا له عندك بنية معاقة، قلهم بالنعمة وسميها نعمة، فربي أنعم عليه بها قمة في التربية والأخلاق، وزاد أنعم عليه بحفيدها. شكون اللي رزقها بالزوج ورزقها بالابن؟ شكون اللي خطط؟ أعطيوني اتخاذ الأسباب، أعطيوني اللي حددتوا أنفسكم به الساعة الكور عوضوا طرحه. إذن الرزاق هو الله، هو الآن ما شاء الله كبير في العمر وهو بار بأمه، أمها وأبوها توفاوا والقادوا سند وبار بها وبار حتى بوالده اللي تخلى على حضانته. هكذا هو الرزاق، هذه القصة حقيقية للعبرة. ربي اطلع على نية المعاق وغير المعاق، والمعاق هو بشر يتمنى الأمومة ويتمنى ما تتمنى. إذا كل الأمور تسير بالله جل في علاه. قال تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نحن نقول يا رب بيدك كل خير وأنت قادر على كل شيء. نحن نظن أن الأمور تسير بنا، سبحان من أبطل هذا الزواج وكان ظهر الأمر يمه يسخف، مش الزواج انتهى بطل قبل أسبوع، شوف ماذا يخفي المولى عز وجل، وشكون يحب يرزق، وكيفاش رب يرزق هيك الظنوة على نصف الشهر وبعد طلقت. ربي سبحانه وتعالى هو القادر. ده ربي إن شاء الله يعلمنا الأدب مع الله، أننا نعظم قدرته، نعظم حسن تدبيره، نعظم حسن تصريفه، نطمئن، نفوض، نسلم الأمر لأحكم الحاكمين. حتى العمل لم يأخذ، حتى أنت تخدم تصور في الفلوس، من الذي يسر لك ذاك العمل؟ من الذي زرع في عقلك وفي يديك القدرة على أن تتقن هذا العمل أو ذاك العمل؟ من؟ كل شيء لما ترجع الطاقة تلقاه بيد الله، تيقن أنك تصل لمبتغاك بالله لا بنفسك. والله لما تحاول توصل لمبتغاك بنفسك قد تؤجر وقد لا تؤجر، لكن لما تتخذ الأسباب وأنت معظمة لله معتمدة على الله مش معتمدة على الأسباب، ربي سبحانه وتعالى قادر. المرأة كانت معاقة ليؤوس منها في بيتها، في نصف الشهر يكرمها بالأمومة، فرب القادر على كل شيء. إذن يا أخواتي لما تأخذ أي شيء تشري أي شيء ويعطيك ربي أي شيء، مد يدك وقول هذه من عنده واسعدي بذلك. ما عادش تقول أنا عندي دار وعندي سيارة، ما عندك شيء، أنت مستخلفة على ذلك. والدليل لما تدخل القبر تخليها تتوكل. إذن خذ كل شيء بدعائك، بيقينك، بتوكلك على خالقك، أنا ذاك يأتيك الرزق كأسهل ما يكون، كأروع ما يكون، تسعد به، ينزلك ربي فيه البركة. كل شيء بيده وكل شيء يعود إليه، وكل الأمور منه وإليه، وكلما خذ القاعدة هذه، كلما عدنا إلى الله أكثر كلما جاءنا النور أكثر وإلى الله ترجع الأمور. قصة ثانية، قد ما تتوكل عليه قد ما يعطيك، قد ما يغرقك. هذا إنسان كيف فقير عايش قد متعب مرهق ماديا، عنده صغيرات عنده عائلة، لكن يكتح إنك كادح إلى ربك كادح فملاقي، ماشي بسيارة بسيطة يجمع في بضعة أموال يعني قيمة مادية، يحب يبدل السيارة خطرها طايلة، ماشي بالسيارة باش يوصل يهز بنته من المدرسة الابتدائية، يلقى زحمة، قال نتعدى من الطرق الفرعية، تعدى من الطرق الفرعية وصاحبه معه قال لي يا ربي نتمنى ربي يعطيني السيارة ويعطيني دار، تعرفي فلان أيام ندعي وانت تقول امين، قال له
قال يا ربي يا كريم، قلت له يا ربي يا كريم يا ربي اعطيني كذا كذا، يعني برشا أدعية، آمين آمين آمين، يا ربي اعطيني دار ما كثرش مثل ما شوك. فعاود يقول آمين، تفلق بالضحك، كاخ كاخ يعني اش بك تضحك؟ قال له زعما الصدع يا سبحان الله، العقل بالمنطق شنو انت شنو عندك دار؟ يقول له تشبيك يا خويا، تحسن الظن بالله وتفائل بالله خير، استكثرت عليا، يضحك ويستهزأ. يقول والله من ندعي وحدي يا ربي يا ربي، مش من عند العباد باش ما يمنوش عليا استاذ، يا ربي من عندك اعطيني دار يا ربي، واعطيني واعطيني. ولا يدعي وحزت في نفسه كيفاش صاحبه معناها قبل الاشياء انه خدم عقله وقال له الاسباب كيفاش ثلاثة شهور تاخذ دار، وربي يكون فيكون يعطيني دار صعيب. قال له الاسباب ولم يؤله رب الاسباب. قال هو داير وقص عليه وليد ركب على دراجه، قص عليه ترعب دور باش يمنع على الوليد، ضرب سياره واقفه بط يا اخي صاحبه، قال له يقضي الدعاء كيف؟ يا الله اقبض دعاءك، خلوك اقبض دعاءك، اقبض دعاءك، يا الله اقبض اقبض. هبط يشوف السيارة، قال رويز، هيك رولز رويز، يعني هيك طويلة جدا، يعني بتاع إنسان ثري جدا والضربة. قال له واش باش نعمل؟ قدر الله مش أنفع نقتل شي ولد الناس، الحمد لله اللي ربي منع ولد الناس، واللي هو المقضي مطلوب نأديه، مانيش باش نهرب. مشاو يبحثوا على مولا السيارة ولقاو ولده قريب منها، ولده بق باش بوه عطاه باش يبخرها، عندهم عادة أنه توخر تعطر السيارة بالعود وبالمبخرة. لشكون؟ قالوا له هادي ولدك وين هادي هو اللي ناداه، تحدثوا مع بعضهم بأدب، بتفاهموا على أنه يعملوا الإجراءات القانونية الكل، وهذا كان مؤدب وذلك كان مؤدب. قالوا سامحني بنيتي قاعدة في الشمس وصاحبي هدايا مضطر باش يمشي، نوصلهم ونرجع لك بسرعة. قالوا عيش خويا معناها ما توخرش، توا الشرطة قريبة تجي باش من عطر واحد. قالوا إن شاء الله. أدى الواجب، وصل بنت، وصل صاحبه ورجع. إذا وصل للدورة بيلقى الدنيا شرطة حماية مدنية، والدنيا بسم الله الرحمن الرحيم هي مقامة تشتم، السيارة تحبط. كذا هو الابتداء، كان وجه البحر يقبس. سبحان الله، يلقى الراجل غضوب. شفت كل إنسان عنده درجة متاع تحمل، درجة متاع أدب، إذا تقوي له شوية وقتها يخرج لك، يخرج لك ظوافره. لعلاش؟ لأنه الأدب عنده ضئيل، ماهوش سعة صدر كاملة وأدب مطلق في كل الأحوال. وقت اللي وصل لعند تحقق السيارة قال ما يهمنيش هيك، ترفع لي حقها ومتحملش مسؤولية والغلط عليا وعليك. مشاو لل، أنت علاش تحرق الفيلم؟ مشاو دخلوا للإدارة، يعني الشرطة، المهم أداوا الإجراءات القانونية، هذا كل ما يعنيناش، اللي يعنينا هو المغزى. الربع نتاعو طبعا في الخليج عندهم الحامية وعندهم العشائرية وعندهم الحمد لله في الجانب الخير موجود، وفي الجانب الآخر أيضا موجود. هنا الحمد لله في الجانب الخير عشيرته الكل تكاتفوا باش هذيا يجوز تجميع زكاة له أو صدقة، لأنه دين مفزع أو غرم فظيع، يعني جاته بلية عظمى ما يقدرش عليها، فيجوز تجميع المال له. جمعوا أهله، اللي عنده زكاة واللي عنده صدقة واللي عنده هيبة واللي عنده نذر، كلهم تجمعوا. السيارة قوموها 900، يعني نقولوا احنا 900 مليون، جمعوا له 1,200,000 عشيرته أهله. خلص، تخلص من المشكل، فضلت هذه 300، قال لي إذن الله رجعها لي الشيخ المسؤول، هما أربعة مشايخ أربعة عشائر، جمعوا كل واحد جمع من عشيرة أربعة، خليه على مسؤول عليهم واحد، ذيك الواحد قال ترجع المال لي هو يرجعهم لأصحابه. بعد ما تمم الأمور هذه الكل، هو ملمد 34,000، يعني 34 مليون، باش يشري سيارة جيب، ما قلت لك باش يصلح السيارة.
بعد ما تمم الموضوع نوقف عليه مو للسيارة ذاتها محروقة. إيش بيك يا أخي؟ هاي المهول كل شيء تم على أحسن منه. قالوا لا راني خممت معاقلي راني ما مش ناخذ الفلوس. علاش؟ قالوا خاطر لما ثبت ودققت لقيت ابني انسان المبخرة في السيارة، وربما أنت كي ضربتها السيارة المبخرة طاحت هي تحرقتك عشان تحرقتش في البداية. فهذا الماء فيه شبهة والله الغني وهذا فليساتك واسمح بيناتنا. كلم الشيخ قال رجع المليار و200 عودة 300 رجع المليار و200. الشيخ قال له أبدا أنت ضعيف في وسطنا جمعت لك فهي حلال عليك ما راح المياه مش كنت وشكون اللي مش رجعها مشكون مش رجعها اللي زكيت واللي صدقة واللي نذر واللي واللي مش أصحبه قلت بطلت الدعاء بتاعي إيش رأي شيني تجيب وش رأي دار قبل 3 شهور وش رأي كل أحبا لكم إن شاء الله. أنا راني في نفس الوقت قاعدة أثبت في المعتقدات وقاعدة نعتبر بقصص الآخرين، كذا نعتبر بقصص الآخرين. شو تعلمنا من القسطين؟ أنه رزقه الله، أنه معطيه الله، أنه ما يعجزه شيء، كل شيء سهل، كل شيء عنده سهل، فقط النية والدعاء، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، هو كل الأرقام. هو سهام لا تخطئ، سلاح لا يخطئ، يغير القضاء ويغير البلاء ويرفع عنك كل كرب. فقط كوني ملحة في الدعاء وارفع يديك عاليا عاليا كما يفعلين في صلاة الاستسقاء. هكذا هكذا يرتشك تزيد الطول يديك طول. ارفع يديك عاليا. إذا شفتوا يا أخواتي ربي يغير على عباده وقت اللي هو معول على ربي وقال يا ربي ارزقني دار في 3 شهور كان عنده يقين. لما استهزأ به ربي غار. ربي ميحبش، ربي ميحبش في عباده. شوفوا فما قصة تؤكد هذا. رد بالك تستهزأ، ورد بالك تهمش، ورد بالك تحقر يقين الآخرين، ورد بالك ما تحترمش ظروف الآخرين. حتى ما أن فهمت إن عرفت إن استوعبت خلي فهمك ساكت أرجع. أحد المشايخ يروي له صاحب الحادثة ذاته قال له شوف الحادثة اللي صارت لي اليوم. هو إنسان يخدم على روحه ولبس عليه يخدم في شركة وعنده مفتاح مكتب يتسمى خطير بالنسبة للشركة، مكتب يعني فيه أسرار الشركة وفيه ملفات الخطير وكل شيء. المفتاح عنده هو داخل باش يفطر في داره، متعدي على داره ثم كل حزت الله الحاوية متاع الزبالة الكبيرة وين يحطوا العباد الزبالة الصغيرة اللي يخرجوها من بيوتهم. متعدي يلقى وراء شيء تسيخ تتبرمش يعني في المرأة كبيرة قال فقيرة صحيح محتاجة نعم تتبرمش في ماكلة يعني في قال في قلبي قلت في قلبي شيء قرف في خير سبحان الله خير تشمش ريحة شيء قرف اللي رضاته بنفسها يعني ودخل ربي يسمع خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. دخل يفطر فطر خلى هيك الفاتح على الطاولة وفطر نساء. بعد ما فطر معينة جت لمدت الكل في الكل هزته في الزبالة. دار هو لأنه يعني خطير المفتاح دار يلوج 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 حرق أعصابه وعرف اللي هو حطه على الطاولة متاع الأكلة مش هاي المعينة وين قاعد خرجته خلاص خرج يجري يجري قهر ريق شيح لتتعدى البلدية تهز الحاوية. قال هزيت سيخ ومبربش ما قيتوش هبط في وسط الواحد تقلب براسي لوطة صغير فوق. ربي قال له ما عجبكش القرف أنا بحطك في وسطه. إذا هو يروي قالوا تربيت بيها. والبارح والله في نفس الشيء يسمع إنسان هو يروي أيضا قال أنا أستاذ في لحظة من اللحظات دخلت القاعة متاع الأساتذة نشرب في قهوة وناكل في حاجة يعني موجودة في قرطاس يعني كلهم جاء لمجة صحية كما قلت حفيدي يعني غير صحية مسكرة في اشتياق.
قال كي نحيت ما يهمنيش شيء على الضوء ولا شيء في القاعة شيء في القاعة. قال يعني حسيت اللي أنا اللي عملته مهوش لا يليق فيها شيء من الرذالة والخسة. ومع ذلك يعني والراجل قال لي يلمد ويكنس راجل كبير. قال غزرت له كنت في لمة شيطان. قالها بفمه كنت في لمة شيطان. قال تعدوا علي نهارين يعني وقف على الدوام دخل للمستشفى عملوا له تحاليل عملوا له كل شيء وهنوا مرض في بدنه. قال حياة عمري أشرفت على الموت. قالوا في لحظة بين يقضم منام تعدى قدامي هذاك الشيخ اللي هبطت لمت في الأوساخ بتاعي. قالوا شديت في الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال فقت نلقى روحي كأنني كنت نكذب. هز ربي اللي عجزوا عليه الطب الكل بيت استغفار لأنه أذنب. هكذا نعتبر وهكذا نتعلم وهكذا نفهم عن الله وهكذا هو الله رحيم رحمن رزاق قادر وغيور ما يحبش في عباده الكل. تبهلك تبس عبد من عباده الأم مثلها صغيرة تبشوف حتى لو كانت قطة أو غير ذلك وربي بسط عباده تبحش تبهلك أين ذا الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربي لما خلق معناها تقولي انت علاش ربي خلق الخمر. ربي خلى الخمر يعني العنب قادر أن يولي خمر لكن قال لك عبد الخمر هو. إذا لما خلق ذلك؟ خلقه ابتلاء يراك تمشي في الصح ولا تمشي في الخطأ. إذا كل الشدائد وكل المحبوبات وكل الشهوات هي ابتلاء باش ربي يميز الخبيث من الطيب. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تمشي في طريق الهداية ولا من أهل اليسار. إذا ربي جعل الابتلاءات تربيك خاصة إذا كنت متكبر كما هو الأستاذ رباه وعرف قدره واللي يعرف قدره يعرف المولى عز وجل يعرف لي ربي راه غيور ومش سهل وقت لي أنت استهزأت بالمرأة اللي تبحث في الزبالة غطسك ربي كلك في حاوية الزبالة باختيارك زي ده. عشتم حديث أو كلمة لسيدنا حبر الأم على ما أظن قالوا الله لو دهشت من إنسان يرضع عزكم الله من كلبه نخاف لربي من ما يميتني إلا ما نرضع أنا أيضا من كلبه. معنى الحديث إذن ربي سبحانه وتعالى يبتليك بشي عرفك قدرك خاصة إذا كنت متكبر. يبتليك بشي محسك والتمحيص شو معنى التمحيص؟ بشي صفيق من الشوائب يا ذنوب يا عيوب يا معشوقات. يعني كان ذنبت وابتلاك راه يحب يطهرك ففي ذلك خير. وكان عندك عيوب غضوبة كم من زوج يقول لك في لحظة غضبت خسرت زوجتي وما عوضتهاش بالكل فيحب يطهرك من ذاك الغضب يحب يعلمك كيفاش تكون سمح وحليم وإلا يحب يخرج المعشوقات من قلبك. معناها احنا مثلا نعبد صغارنا عباده من اجل مرضاتهم وراحتهم مستعدين نعصي ربي سبحانه وتعالى. اذا ربي يبتليك فيهم يتعبك بيهم لكن تحبهم وحاشيتهم انت في قلبك وهما سبحان الله اللي يعذبوك. قصه امراه ابتلاها ربي تزوجت من انسان كبير وظهر رابع امراه ويعني طبعه شديد 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 وتعذبت معاه ماشيه جايه سنين هاي طلقتها هاي رجعت هاي طلقتها هاي رجعت وتعذبت. تخاصمت مع امها وخرجت بعدين تخاصمت مع اخوها وخرجت. مرت بمراحل شديده من اجله عملت المستحيل. تو بعثت تقول اطلبوا لي الدعاء عندها 3 سنين حتى هاتف ما يكلمهاش. هذيك اللي ضحات حياتها كاملة من أجله. وقت اللي وقف القاضي وقال له مع شكون تحب تعيش؟ قال له نحب نعيش مع أخوتي. وسلم في أمه
اللي وصلته معناها واقف على السويقات والبسعة. علاش؟ لأنه الإنسان لما يحب مخلوق أكثر من الخالق لابد يبتلى به ويعذب به ويفتن فيه، وعلى يديه هو تدهن. ولاحظوها الولدين اللي تلقاهم مع صغير ظالم هما هكا هكا به، هو اللي يعذبهم وهو اللي يهينهم وهو اللي سبحان الله يكرمهم. لاحظوها هذه القصص موجودة بكثرة في بلداننا. إذا رب يجعل أيضا الابتلاء سبيل باش تتعلم، باش تفهم، باش تنضج، باش تولي عندك أكثر وعي، أكثر تجربة، أكثر فطنة. قال واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا الابتلاءات كلها خير. أما نتخلص من الكبر، أما نتطهر من الذنوب، أما نتصفى من العيوب، أما نفرد قلبي لله ونخرج كل المعشوقات منه، أو نزداد فهم وأزداد علم. أنا ذاك التي تصبح ما شاء الله بعد المحن والتجارب تصبح دالة على الله، تصبح معطاءة، تصبح قادرة أنك تنصح الناس، تقول رأي أنا مريت بهذه التجربة، أرد بالك تغلط في كذا كذا واحذر من كذا كذا. وكل إنسان بعد الابتلاء يولي عنده مقدار من العلم. إياك ولا تتجاوز قدرك، ما تعتبرش نفسك إذا أنك أصبحت عندك تجربة وعندك علم وأصبح عندك وعي تعتبر روحك أنت عندك هكا وعي، أنت تعتبر روحك عندك ما شاء الله. لا، إياك ولا تتصرف كأنك حكيمة الزمان، بالعكس. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حتى العلم، حتى التجربة، حتى الخبرة، حتى الحكمة اللي كرمك بها ربي يقف عند قدرك، ما تتعاليش بذلك على خلق الله. إذن الحياة كلها تقدير من العليم. الله خلق الخير والشر خلقا وعلما لا عملا، خلقنا على الفطرة السليمة، جعلنا أحرار، نحن نختار طريق الخير أو طريق الشر، أمدنا بكل خير، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. الرزق من عنده، العطاء من عنده، الفضل من عنده، الأصل أني أعتمد عليه لا على عقلي. والأسباب كلها أسباب، كل الأشياء الأخرى أسباب، هو الذي خلقها وهو الذي أشار علي بها وهو الذي هداني إليها، لكن اعتمادي وتوكلي وأخذي ومعناها تركي منه وإليه. نحن لا نصل بأنفسنا، بل نصل بالله جل في علاه. وكل ما نمر به وكل ما نراه شر وكل ما نراه محن هو ابتلاء ليمحصنا، لذلك علينا أن نعتصم به، فهو الذي ينجينا. لما أعتصم بنفسي أنا ليس لي حبل أصلا، ما نقولش مهري أنا لا حبل لي، لكن لما أعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، هذا قول المولى عز وجل. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أعتصم بحبل الله، الرزق من عنده، الهداية من عنده، الفضل من عنده، العطاء من عنده، المنع من عنده، أنت فقط عليك بصدق النية. نحن ما زلنا نسير في طريق الإحسان اللي هو طريق السعادة، وما زلت اعترضنا مطبات كثيرة، علينا أن نراقب النوايا. اللي يحب يصعد في مدارج السالكين، يحب يصعد للجبال لازم يقوي، يعني يتجبش تمشي الصعود، يلزم همة عالية، يلزم صبر، يلزم علم، يلزم نية صادقة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا ما عندكش نية تتغيرش نحو الأفضل. يجب أن لا تكون لنا غاية سوى مرضاة رب العالمين إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. المهم في عملك أنك تراقب النية، تراقب السرائر متاعك، خاطر ربي مطلع على السرائر. ربي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لكي ينظر الناس إليه، فذاك هو شرك السرائر. إياك والرياء وإياك والشرك. أستغفر الله العظيم. إذا النية هذه لازم قديمة تغسلها وتحكها زيدها وتدلكها وتثبتها
خليها ديما على الطريق الصحيح، وإذا حادت ولا دارت عاود رجعها على السكة. لابد من تصحيحها، لابد يعني أفرادها لله جل في علاه. يقول أحد الصالحين: الأدب مع الله أن ترضى بكل ما اختاره لك بلا تردد. ما تحب النية، شو معناها نغسلها؟ شو معناها ندلكها؟ شو معناها نثبتها؟ شو معناها إذا حادت نرجعها؟ وإذا خبات يعني طفات نحاول نعطيها يعني جلوة؟ كله أدب مع الله. النية الخالصة أو الأدب الخالص مع الله. قال أحد الصالحين: الأدب مع الله أن ترضى بكل ما اختاره الله لك، لأنه اللي اختاره لك هو الأفضل والأعدل، حتى ولو شفت أنه غلط وأنه مؤلم. يعني إنسان يبطل زواجه في الأسبوع الأخير والصرف وتعب، أنت تشوف أنه شر وداخله خير لغيرك، فهو يصرف ويدبر كأروع ما يكون، كأحكم ما يكون. إذا اقبل كما اقبل باللي عطاك ربي كما أراده الله بك، لتكون محبتك لله بلا أغراض ولا مطالب دنيوية. الأدب مع الله أن تحب الله بلا هدف ولا طمع في شيء من الدنيا، وأن تفرد قلبك لله جل في علاه. المهم أنا كي نخرج نشري معون نشريه بما يرضي الله، ثمن ذوق غاية. مش نخرج نشري مش يقول والله عندي كريستال وعنده سيرفيس ما شاء الله، لا. كل خطوة ربي فيها الأدب مع الله، يا ربي هدية اتخاذ أسباب لتيسير الحياة، مش باش الناس أتفاخر ولا أتباهى أمامه. وهكذا قيس على كل موضوع باش تعمل. بعد ما تراقب النية راقب العمل، شوف العمل اللي باش تعمله يرضي ربي ولا ما يرضيش ربي. لابد من التقوى، لابد من الخوف من الله. العاقل يحاسب نفسه حساب يخليه يفوز في الآخرة، حساب يخليه يحمل زاده معه إلى قبره، بل ما يكون محمول يحمل زاده إن شاء الله معه إلى القبر. خير زاد ينفع في الآخر طبعا هو العلم والفهم. يلزم نحط بصمة في هذه الحياة، نترك صدقة جارية تنور قبري وقبرك إن شاء الله، نحمل معاه ثواب العمل الصالح للآخرة، باش يكون إن شاء الله قريبا من الله ورفيقا لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذا صحح النية وراقب عملك. النقطة الثانية هذه في إحياء السنن، عليك بالاستشارة. قال صلى الله عليه، قال المولى عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شكون باش نسأل قبل ما نعمل أي عمل؟ أهل الذكر، مش أي إنسان نسأله. باش نفهم الشرع اللي باش نعمله ويخالف الشرع، ما يخالفش شنو اللي فيها مستحب، شنو اللي فيه واجب، شنو اللي فيه مكروه، شنو اللي فيه حرام. تسأل أهل الاختصاص، هذا الدور الأول. وأهل الاختصاص باش يشيروا لك على الأمر اللي يرضي ربي. وشنو اللي يرضي ربي؟ هو اللي يقربك من الجنة ويبعدك عن المعاصي، أصبحنا نعرف ذلك. ثانيا هذم ربي قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. باش تعتبر بتجارب الآخرين، لما تستشير اللي هما على هداه مش اللي هما على ضلال، اللي هما على علم مش اللي هما على جهل. بعد تقول قالوا لي، ثم تطلع على الواقع، نشوف إيش نعمل عملنا، نشوف نقراه من جميع الجوانب. ربي قال: يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. يعني لازم تكون مطلع على واقعك، عارفة بواقعك، معناها هذا يزيدك نضج، يزيدك وعي، يزيدك تجربة. تقولي سبحان الله فطنة، مش أي إنسان يخدعك، مش أي إنسان يغشك. تقوليش أنت بذاتك تجربة سيئة أو تجربة معناها فاشلة أو تجربة خاربة والعياذ بالله، في زواج في أي شيء، تقولي أنت عبرة طيبة للمسلمين دالة على الخير بالتجربة متاعك. تجربتك مثمنة، تضيف الأمة المحمدية، تضيف للبلاد والعباد، مش تخرب بها البلاد والعباد. سبحان الله، لما يصبح عندك علم في الدين ولا في الدنيا مش تتفادى الكثير من المطبات، مش تكون تجاربك إن شاء الله أغلبها ناجحة.
كيفاش نعتبر أنا من أهل الهداية ومن أهل العلم ومن أهل بالاتباع طبعا وباختيار الناس اللي قرب للحق، لكن باش نتجب باش نطلع على واقع وباش نستفيد من تجارب ناس كيفي كيفهم، ناس مثلا شاركوا في عمل معين ولا في مشروع معين. لازم تتبع أهل الثقة والناس اللي تحبك. يجيش الإنسان يستشير إنسان هو عدو، زعما باش يعطيك الصحيح وماشي أول حفرة يتزك فيها أول حفرة. بالتالي يلزمك معناها تستفيد من تجارب الناس اللي عندك فيهم ثقة، اللي هما يخافوا ربي وما يكرهوكش. ثم ناس تخاف ربي لكن يكرهك، نفسه تغلبه باش يعطيها لك ملونة مسودة بنفسه، ماهيش صافية ماهيش نقية. إياك وأن تعتبري من تجارب إنسان ما تثقش فيه وإلا تعرفه يكرهك ولا يسارك شوية مثلا. طبعا الإنسان اللي يحبك واللي تثق فيه واللي هو أهل الهداية وأهل الثقة وعنده حكمة وعنده تجربة، إيش باش يعطيك؟ باش يعطيك تجربة جاهزة حاضرة، باش ينقص عليك الوقت، باش يسهل عليك الطريق، باش يدلك باش تعمل مشروع يقول لك بالك داخل ما عند فلان راهو غشاش هذاك ماهوش باهي، اهو اعز واحد يبيع الحاجه الفلانيه فلان، واعز وسيله تستعملها للمشروع وسيله فلانيه، باش يرحمك باش ييسر لك المشروع نتاعك، باش تستفيد من نتيجه باش يجيبها لك على طبق من نور دون ان تخوض انت الاخطاء اللي خاضها هو، باش يقصر تعبه باش يقصر تعبه. احنا نقول يا فلان الله يكرمك قصرت لي تعبي، والله يكرمك دليتني للخير، الله يدلك للخير. هكذا يجب أن تكون تجاربنا. النقطة الثالثة، شنية القيمة اللي يلزمني نعتمدها مش نعتبر من تجارب الآخرين؟ قيمتين، التواضع والسخاء. التواضع والسخاء. ساعات إنسان تقول يا ودي أعتبر روك فلان عصاه ودي في الحاجة الفلانية، ولا فلان مشى في هذا الطريق ولا مخمور، ولا فلان مشى في طريق الزنا ومرض بالإيد. لا مش فيه. أنا نعمل لي عقلي، نحب ناخذ خذ تجربتي، أنتم خلقتوا لزمان غير زمان. ويبدأ يعطيك عاد فيك الأمثلة ويا ولدي فلان راهو ما يصيرش راهو مشى هكا ونمت ولا تبكي ولا لا. أنا نعمل اللي نحب، والله لما نعمل كذا كذا تبكي أم ولا تبكي أمي. أقول له هالكلام هذايا، إحنا نحبوا الأمهات الكل ولا واحدة تبكي، نحبوا كلهم سعيدات إن شاء الله وفرحانين. الإنسان المتواضع هو الذي يأخذ من تجارب الآخرين، والإنسان السخي هو اللي يعطي النصائح الثمينة للآخرين. وساعات حتى أمهات في تعليم أو وقت يجي يقريوا صغيراتهم، ثم أمهات تلقاهم معطائين تعطيك ولا نشريت كذا ومشي فلان، والأخرى ديما تاخو ديما معندي شبح فح. علاش؟ لأنها صحيحة معنديش سخاء. والإنسان اللي ميحبش يسمع النصيحة وميحبش يسمع تجارب الآخرين متكبر. ما تنجم تعتبر وتطرق هذا باب هذايا اللي يسهلك وينفعك ويقصر عليك الطريق ويعطيك يعني نصائح من ذهب وتتعلم من أخطاء الآخرين إلا بتكون متواضع. إذا لكي نستمتع بهذا الباب وندخل ونقتطف الأنوار والأسرار علينا أن نتواضع وعلينا أن نكتسب السخاء. كيف أتواضع؟ نكون منفتح، ناخذ تجربة الآخرين، ما يعنينيش أي كان عبد من عباد الله، نهمو ولا ما نهموش، تجربته سليمة تجربته نافعة، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. مثلا إنسان حاد على الطريق وغلط وطاح في شر أعمال، علاش نتبعه؟ علاش ما نتبعه؟ علاش نقول لا حتى أنا ناخذ تجربتي وناخذ حريتي؟ أنا حر، صحيح أنت حرة أما راك مسؤول ستسأل، ماكش حرية مطلقة. علاش تسير على خطى إنسان صار في طريق خطر وصل وعرفوا اللي هو مقطوع وطريق ما يوصلش؟ علاش نمشي في طريق شفت غيري مشاو فيه
يعني كانت سوقتي في سيارة ومشيت في طريق تبعت ناس ويعملوا لك يا فلانة أرجع 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 راه وما يعديش. لا نشوف وحدي أنا حر باش تحكي بالحوار. طولت مشاو خاطروك معتد بنفسها معتد برأيها. علاش ما تستنفعش بالنتيجة الجاهزة؟ ما نحبش يا سبحان الله لهندي المقشر. وقت اللي يجيك لحد عندك ويكرمك به حد تحمد الله عليه. المفروض نتفادى أخطاء الآخرين، نتعلم من أخطاء الآخرين، نربح الوقت ونربح النصيحة ونتعظ من الأخطاء والحفر اللي وقعوا فيها اللي أمامي. ثم ناس قلك لا علاش ما نجربش، أنا نحب نجرب، نحب ندخن، نحب نشرب الخمر، خليني نخوض تجربتي. لا يا بابا راهو الحرام، لا يجرب، ما عندكش خيار. ربي قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما عندكش الحق باش تجرب الحرام، الحرام لا يجرب، الحرام حدود، واللي يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه. يا سبحان الله، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما يمش الأوان أن تستجيب، ما زلت تحب تجرب، ما زال عندك وقت، ما زال عندك عمر باش تجرب، وتجرب باش تصفي صحيفتك. متعدي على الحد الفلاني، شربت الخمر، شربت الدخان، وجربت زاد شبيه نجرب شوية بنات وندخل هكاك معناها ما نعرف شيء. خليني نجرب، أنا حر ستحاسب. ربي قال تلك حدود الله فلا تقربوا. احنا عندنا خلط ما بين الحدود وما بين الحقوق وما بين اللمم. الحدود لا نتنازل عنها، لا نعفو في الحدود. ربي هو اللي يقبل التوبة عن عباده. يعني ما عنديش حق انا باش نقول يسيرش يلا خليه يجرب تعادش بيه فرحة عمره قلت يلا خلنا نعمل بيبسيت خمر عادش بيه. ما عندكش الحق، ما عندكش الحق. إذا مش من اللي هذا من الجرأة على الله، هذا التعدي على حدود الله، هذا من الغفلة على الله. ورب يقول لك ولا تكن من الغافلين، لا تغفل عن خالقك، لا تنسى مراقبة الله لك. لماذا تجرب الحرام؟ لماذا تسير في نفس الطريق الذي تعرفه خاسر وهالك وتكون يوم القيامة تتحسر؟ راهو يغفل على ربي، راهو باش ينزلق باش يتوه في منعرجة الطريق. انت لما تخرج على الطريق السيار تمشي في صحراء باش تتوه، باش تلقى روحك مباشرة في حفرة ولا في منزلق ولا، وبعد الحفرة باش يرجعك للطريق المعبد. قدم لحياتك، اعتبر من تجارب الآخرين. لما تشوف تجربة تشبه لك، تجربة كيفك، ناس فكروا كيفك غلط، وبعد اعتبروا من هذه القصص قلك يا أخي ما تمشيش، مش وين ما تقودك نفسك وتشتي نفسك تمشي وتقول أنا حر. صحيح أنت حر، ولكن صحيفتك ستملأ بالمعاصي، ستملأ بالسيئات. صحيح الدين ما هوش بالإكراه، ولكن الدين فيه حساب وعقاب وفيه حسرة. يوم القيامة تقول يا ليتني قدمت لحياتي. أنا أقول لنفسي ولأخواتي قول الله تعالى وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذا تواضع وتعلم من تجارب الآخرين وما تمشيش في سكة معلومة أنها خاطئة. اللي عقوا والديهم شفنا النتائج، واللي أدمنوا في الخمر شفنا النتائج، واللي أدمنوا في الزنا شفنا النتائج، واللي مشاو في طريق الحرام يعني الأكل والحرام كيفاش ربي سبحانه وتعالى رفع عنهم الخير. وكلها قصص للعبرة والموعظة وللإقلاع عن المعاصي وعن الأخطاء وعن الذنوب. النقطة الثانية، أنا يجب أن أكون سخية وأعطي تجاربي وأنفع من حولي بسخاء. أولاً السخاء يا أخواتي هو العطاء أكثر من اللازم. السخي يكرم أكثر من الكريم. وقت اللي نعطيك نعطيك أكثر من طاقتك، أكثر من احتياجك، أكثر من الضروري. هذا ما معنى السخي. الكريم يعطي عطاء يليق،
المشحاح يعطيك عطاء ما شاء الله معصوب. الكريم يعطي عطاء يكفيك ويسعدك ما غير طرف. السخي يعطي، أنت محتاجة الدينار يعطيك ما تعرف. هذا ما معنى السخي. السخي يعطي أكثر من الكريم إذا أعطى أدهش بعطائه. لذلك الله سخي إذا أعطى أدهشك بعطائه. السخي ذكره المولى، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخاء شجرة من شجرة الجنة، أغصانها متدليات في الدنيا، من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة. السخاء شجرة في الجنة متدلية الجذوع متاعها في الدنيا، اللي يشد عريف ما نتيجة مباشرة للجنة. والبخل والعياذ بالله يعني الشح شجرة من شجر النار متدلية في الدنيا، من أمسك بعرف، من أمسك بغصن أخذه إلى النار. أنت تبي أن تختار له دائما طريقة، دائما طريقة. أنت في دائرة، أما تدور على اليمين ولا تدور على اليسار. بالله إذا كان السخاء يوصلك للجنة فلما لا نكون يعني أسخياء وكرماء ونعرف الناس بما ينفعهم من خلال تجاربنا اللي ذقناها وعشناها واعتبرنا وقفنا على الحق وقفنا على قال الله وقال رسول الله. لما لا؟ يعني لما لا نكون أسخياء؟ السخي حين يعطي لا يستكثر. ثم ناس سبحان الله كي تعطي حتى بش حتى حاطة نفسها باش تصدق على الفقراء ولا تجمع للفقراء، تلقى كيف يجي يعطي يبغض يستكثر، لا يسر نقص يزيد. هذه اللغة ما تلقاهاش عند السخي، مستحيل. لما يعطي السخي يعطي السخاء المادي والسخاء المعنوي، يعطي ويدهش. السخاء المادي يا أخواتي وقتاش تكون سخية ماديا؟ لما تعطي ولا تحصي، ما تبغضش ما تحسبش. أربعة، أنتم أربعة من الناس أربعة قد قد، حتى إذا ألزم الأربعة موضوع الوليد صغير إذا فتر الشكل لحمة قصص طيارة فيه البركة. هذا المعنى السخي. السخي عكس ذلك، لما يعطي يعطي أفضل ما عنده. مش ربي في القرآن معناها، والنبي صلى الله عليه وسلم تختاروا في التمر الدليلة والتمر اللي طايحة والتمر اللي وتعطيها ربي سبحانه وتعالى، يعني ربي ما يرضاش ذلك. إذا السخي والسخاء المادي حين يعطي لا يحصي وحين يعطي لا يكافئ. ما معنى لا يكافئ؟ مثلا أنت جبت لي صحن ولا أنا جبت لك صحن، أنت ترجع لي شقالة، ليش جبت صحن ولا جبت؟ أنا نعطي اللي يريحني وأنت تعطي اللي يريحك. ماشي يا جبت صحن رجع لي صحن، قد قد زنا بعثت لي لحمة، لحمة طب في آخر زيت؟ لا والله ما تستاهل. السخي سبحان الله هي عطات شريته من السوق وكرمتك بصحي، وانت ما شاء الله عندك في الحديقه نتاعك تعطيني سحن، انت ما تعطيني شغل اكثر خيرك. اذا تحب تكون سخي، ما تحبش تكون سخي هذيك حاجتك. هذا السخاء المادي، اذا تعطي لا تحصي، واذا تعطي ما تنتظرش المقابل، ما تعطينيش كيما عطيتك دقه بدقه القطي والقطمير والحساب، لا تعطي في سخاء. اللي يعنيني الان هو السخاء المعنوي، كيف انا ساقدم تجربتي او تجربه من اعرف بسخاء. انا حين اقبل منك اقبل بتواضع ونتعلم منك وكثر خيرك اللي دليتني بالخير والله يكرمك والله والله، لكن لما اعطي انا كيف اكون؟ اولا نعطيك بصفاء قلب صافي، مش نعطيك باش زعزعنا انا والله متعنترك انا اي سائل لا اي نقول لك انا وانا وانا هذه أنا وأنا خبل عنها. أنا مش قلنا كل شيء من عنده ولا فضل لي في شيء. إذا نيو خيتي والله محبة ومعزة فيك ونحب لك كل الخير، أراني أنا من خلال تجربتي يعني هيك القلب من داخلك هيك النية وهيك القلية بغسل وغسل وصفيه قشقش خليك بن وقت اللي باش تقول كلمة لأختك تقولها وانت ما يعنيش فيها هي قبلتها صحيح ولا قبلت لها ولا هي أساءة الظن ولا ما يعنيني، العلاقة مع الله مش معها. أنا أتكلم معها بصفاء. السخاء
في النية هو أن أتكلم بنية صافية، ما عنديش شوية لله وشوية عبد الله، ما عنديش باش نوري روحي، ما عنديش باش نزرق لك أنت بيك وحدك، اللي فيك مكفيك أنت في مشكلة وأنا سأكون سخية معك فيما عشت في تجربتي بصفاء بنقاء بصدق نتحدث معك، هذا سخاء. لا يكون لي حظ لنفسي أنا يا خوتي، حتى إذا خفتوا من أنفسكم من خطر النفس ومن عفوش عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، كل حاجة تتلون تتلون وتتزلق وتسكر عليها الباب، تدخل من تحت الباب، عاملة فينا مؤكد. شو تقول يا ربي؟ أنا صفيت نيدي يا ربي، لا تجعل فيما أقول حظا لنفسي أبدا ديما، يا ربي نحب كذا 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 ولا تجعل في ذلك حظا لنفسي ديما، افسخ هيك حظ النفس، انت عارزة علي يا ربي، امحقه كما تمحق الربا. والله هذا ما اقوله لنفسي، اللهم امحق حظ نفسي كما تمحق الربا، باش يكون الامل خالص لك. هذا نستعين بصفاء النية مع العبد ومع الله، هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، لا تنصب نفسك كأنك دكتور حكيم، تتعنتر، هاي كلمة عربية فصحى، تتعنتر، لا تتعنتر، ماكش عنتر ابن شدادة، ربي هو اللي ابتلاك، وربي هو اللي نجاك، وربي هو اللي كرمك بذاك الابتلاء، ولما يستنصحوك انصح بما يرضي الله، مش باللي يرضي نفسك، بما يرضي الله، مش بذوقك، بذوق الله، تعبير مجازي، يعني بما يرضي الله جل في علاه. إذن ما تنصبش نفسك كانك قاضية ويقعد ولا تبش فهمك ونعلمك، هذا ما اسموش يا أخواتي سخاء، هذا اسمه ما اسموش شد الأزر، هذا اسمه تعالي، اسمه تباهي، اسمه تعنتير، اسمه حب بروز، عجب، غرور، إظهار النفس، وإحنا حاشتنا باش نشدوا أسر بعضنا البعض. إذا يجب أن نقدم النصيحة بصفاء دون أن يكون لي حظ. اثنين، مش لأني أنا مش نعطيك التجربة متاعي ونفيدك بها، نتجاوز حدودي معك ونتجرأ عليك وندخل فيما لا ينفع ونسأل ونخل متاع ليش وكيفاش، لا، ثم حدود الناس ميزمناش أنهم يتجاوزوها، إياك ولا تتجرأ على حدود الناس، كل إنسان عنده حدود، عنده خصوصية، مش لأني باش ننصحك نزيد ندخل نترحرح يعني على هذا، لا نتجرع على خصوصيات الناس، من تدخل فيما لا يعني يبقى ما لا يبدي. إذا باش ننصحك ونعطيك التجربة متاعي أيضا، لا يعني أني نفسخ لك رأيك، نفسخ لك قرارك، لا، لما نقدم النصيحة نحط لك مساحة حرية. شوفوا خيتي، أنا راني هذا اللي من خلال تجربتي، أما رأيك البركة كأنك ارتحت ربي وفقك، ما ارتحتش ما يسيرش، ميز وحلل وزيد اسمع آراء أخرين وزيد اسأل أهل الذكر واستشير واطلع على الواقع وابحث، واللي يرتاح يقدر أعمل به، وش إيه يعمل أعمل، ساعات إنسان يلزق حتى ماذا بي يعمل في البلاستيك ولا الحجر، هذا لا. ولما نجي نقدم لك التجربة، أكثري من الكلمة الطيبة وأكثري من البسمة والبشاشة، مش أنا شو عندي فيك، أنا قلت لك انت براسك، ساعات مرات تكلم على رجلها، أنا نصحتك انت براسك، اللي ريحك عمل شي مني أنا، هذي مش لغة، هذا ما هيش سخاء. السخاء أنك تقول لي الكلمة اللي تبني، مش الكلمة اللي تهدم، وأنك تقول لي الكلمة اللي مش تخرجني حائرة مرعوبة ومفزوعة، لا هديني. ساعات إنسان تستشيره في موضوع دنيوي بسيط، باش تبني باش تخيط، صدقني تقول يا ريتني مسألته، مخرج راسك هكا يجبد لك مواضيع، يرعبك، يتعالى عليك، يخوفك، يفشلك، يأسك، تقول لي شو اللي دخلت لشايش بطلت، علاش؟ لأن وقت يعطيك تجربته يعطيها لك ملونة بطباعه بعيوبه بخوفه، لما تعطي النصيحة تعطيها
الكلمة الطيبة، الابتسامة، ومش تلتخها كأنها حجر مش تدمغني بيها، لا، لازم كلمة تشد أزري. السخاء في العطاء المعنوي يكون بالكلمة الطيبة وبالوجه الطلق والابتسامة. وتكثر من الدعاء، تكثر من الدعاء، يا أخي راهي السيرة فيها وفيها، وأنا ننصح كذا كذا، ربي يفتحها في وجهك، ربي يسر لك. كثر من الدعاء، لواه لواه كثروا من الدعاء. أولا دعاء الأخ لأخي إذا لقي المستجد، باش قلبه ينفتح، باش ينجم يستفيد من التجربة نتاعك. وقت أنت كثر الدعاء وتتكلم بالكلمة اللي تبني وتكون مبتسمة وبشوشة، ناخذ منك. أما لما تتوهني وتفجعني وتخوفني وتحزني، ما ناخذش منك. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، تتعامل بالرحمة والحب. يعني كي تنصحني مش منتصرة للرأي وللمشرب وللشيخ، لا، ننصحك رحمة وحبا فيك. لازم يركز على النقطة هذه، حتى كان ما قلتها ليش، لازم بيني وبين نفسي كنية، معناها غايتي باش نرحمك ولأنني أحبك، مش لأني أنا نحب الشيء الفلاني معناها يقوى، ولا شيء الرأي الفلاني يكون أقوى، أبدا. يظن ينبك من المخاطر مش بخوف، مش بتحزين. مش ساعات إنسانة تجي تقولها والله أنا أفكر باش طلق خاطر راهو الحياة أصبحت مستحيلة معه، وحليك بيلك مش طبعها كله، يعني تحزن هكا العبد هكا تفشله، يعني تعطيه كل الأشياء اللي ترجعه على القرار اللي مش لا، لا تقول كلام يهدم، لا تقول كلام يحزن، ما تقولش كلام يقزم، ما تقولش كلام تبشر هيك الطرف هذاك بالمصاب، لا. ولما تجي تنصح ما تتعاملش على قدر عقلك، تعامل على قدر اللي تتكلم معه، معناها الإجابة والنصيحة تكون على قدر السائل وليس المسؤول. حتى ولو جاك مشكلة بسيطة انت تعتبرها تافهة، من السخاء انك تسمع للنهاية. ساعات تعتبر ايه دي 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 عملت لها خلوقة، ايه انا شو كان احكي لك انا مشكلتي، هو جاي اشترحمه ولا جاي مش تتعذر عليه وتتعالى عليه. إذا إيه أنت ما شاء الله على وزن 100 وأنا وزن الريشة، تعاملني على أساس وزن الريشة، تحملني سبحان الله، تكلمني بلغة صعيبة لله، كي صغيرة تعطيه لحمة توجيشي الرضيع تعطيه لحمة يا أخي، تسمع للنهاية، تحسن الاستماع، ما تهمش قضايا الناس، ما تقزمش قضايا الناس، هو مازال في أول الطريق وأنت تعديت بالمرحلة هذيك وتعلم، لازمك تسمع للنهاية. وما يزمكش تحكي على نفسك وقت تجي باش تقدم النصيحة، وأنا 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 وأنا، لا، أنت تقول تجربة كذا، تجربتي كذا، تبديش تشكي وتقف مع نفسك وتبرر وتعيش دور الضحية ولا دور ما شاء الله التقية، لا، أنت باش تقدم النصيحة اللي بالحق لما ترميها على القرآن والسنة تلقاها ترضي المولى عز وجل، مش اللي ترضيك ولا اللي ظهرك أنت ما شاء الله عرفت زمانك واللي ظهرك اللي انت تقيه، لما قدم ما ينفع الناس. كل الناس يا اخواني السخاء هنا انك تلمس لمسه حنان، لمسه رحمه، لمسه حب. احنا كلنا في صحراء قاحله، علاش ما نكثروش من لمسات الحنان بين بعضنا البعض؟ علاش نحقر الناس في تجاربهم؟ علاش ما ناخذش الناس بالحلم خاصه هما في بدايه السلم؟ ثم زاد ثم انسان وقت يجي تشكيله بالحق هو الموضوع يحسه اللي هو شائك ومؤلم، ولكن سبحان الله ما يتعاطفش معك، قالك شحال اللي فيه منها. انا وقت اللي مريت بك المشكله ما حس بيها حد، حتى ما نحسش بيها. لا، انا اختي وقت اللي عشت المشكله مع ماما ولا مع بابا ما تلفتتش، ما تلفتلكش الاول. ثم ناس ما يتعاطفوش، سبحان الله. التعاطف راهي من اخلاق المؤمن، التعاطف. وقت يجي انسان ممتع باكي موجوع يسمك تحسسه، تحنن عليه وتحسسه انت متعاطف معاه وحاسس بالالم نتاعه، مش كانك ما. وعلاش ثم ناس يراه في الشارع اشياء معناها يلزمك ترحم ما يتلفتش، مش يهمك، شغلني انا ما يتعاطفش، ما عندوش
في قلبه رحمة. نقطة أخرى، وقت اللي تجي باش تقدم لي تجربتك ولا باش تقيم تجربتي، ما تقوليش والله سامحني لا حتى انت غلط الحق، لا لا حتى انت غلط، حتى انت مخطئ. تي جاوا عملوا على قبربو عربوا له بالفيس، كنا في حاجة باش ناخذ نصيحة باش ترحمني وانا يعلم بي يا ربي، نحب ان نستفيد من تجربتك باش نخرج من المحنة، وقته هو تقولي انت بيك وعليك. اذا ما تلومش، راك وقت تجي تقدم نصيحة للانسان انت تشوف فيه مخطئ او مذنب، هنا المشكلة راك اغلقت قلبه، سكرت إمكانية الرحمة وإمكانية الإفادة وإمكانية النفع. وربي يقول أحبكم إلى الله أنفعكم لعياله، سكرت على نفسك وعلى غيرك الرحمة. ما تقولش واحد أنت يمين حكايتك فارغة موضوع كتافها، تحترم أوجاع الناس وتحترم لوعات الناس، إنسان ملتاع إياك إياك، ولا تهمش اللوعة متاعه، ربي يجي يشفيه ويبتليك. شوف المرأة اللي لوشت في الزبلة ربي الآخر خلاها كله، أعزكم الله رد بالك. تقولش الواحد أنت مذنب، لازم تكون إيجابي. تعرف ثم فرق كبير بين الإنسان الإيجابي اللي ينفع بين الإنسان السلبي. هو أغلب الناس كل واحد يلوج على راحته، يلوج على هو شخصاً وهو شبح في المشاكل في المواضيع، ما يعرفش، ما يبحثش على الحق وين والباطل وين، ما يدورش أين دار الحق، ما هيش غايته أنه يعلي الحق، مين مش هو مش يكون، وين هو رابح وما تلقاهش، وين هو خاسر، مش وين رابح الحق وين خاسر الحق. احنا أعدنا كل شيء إلى الله، يجب أن ندور أين دار الحق، يجب أن نخرج كل المعشوقات، حتى أني نبحث على راحتي ومصلحتي هذه كمعشوقات. أنا أبحث عن مرضات رب العالمين، أنا هنا للعبادة، أنا هنا لطاعة المولى عز وجل، مش لطاعة نفسي أو طاعة من أحب. صحح المفاهيم تتصحح إن شاء الله المواقف. الإنسان الإيجابي يا أخواتي يفكر في الحل، والإنسان السلبي يفكر في المشكلة. الإنسان الإيجابي لا تنضب أفكاره، ديما عنده ما شاء الله ما ينفعك. الإنسان السلبي لا تنضب أعذاره، ديما عنده على الخاطر على الخاطر على الخاطر. الإنسان الإيجابي يساعد الآخرين، الإنسان السلبي يتوقع المساعدة من الآخرين. الإنسان الإيجابي يرى أن هناك حلا لكل مشكلة، الإنسان السلبي يرى أن هناك مشكلة في كل حل. الإنسان السلبي، الإنسان الإيجابي يرى الحل صعبا لكنه ممكنا، والإنسان السلبي يرى الحل ممكنا لكنه صعب. الإنسان الإيجابي لديه آمال يحققها، والإنسان السلبي لديه أوهام وأحلام يبددها. الإنسان الإيجابي يرى في العمل أمل، والإنسان السلبي يرى في العمل ألم كسول حكينا راح. الإنسان الإيجابي ينظر إلى المستقبل ويتطلع إلى ما هو ممكن، والإنسان السلبي ينظر إلى الماضي ويتطلع إلى ما هو مستحيل. الإنسان الإيجابي يناقش بقوة وبلغة لطيفة، والإنسان السلبي يناقش بضعف وبلغة فضة. الإنسان الإيجابي يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر، والإنسان السلبي سبحان الله يتشبث بالصغائر ويتنازل حتى على القيم. يعني الصورة الخارجية والقشرة الخارجية والبرستيج وهل مجر. الإنسان الإيجابي متفائل في نظرته للحياة، والإنسان السلبي متشائم ونظرته للحياة سوداوية. لم علينا أن نروض أنفسنا على طاعة الله أخلاقا وسلوكا ومنهجا في الحياة، وكلنا ضعفاء، يجب أن نقوي رباطنا بالقوي. ولن يضيع إن شاء الله من أمسك بالعروة الوثقى. نحن دائما إن شاء الله سنعود إلى الله، أملنا في خالقنا وقلوبنا إن شاء الله نقية تشعر بالنور، ونفوسنا إن شاء الله رضية.
نفوسنا مطمئنة وقلوبنا إن شاء الله راوية، لنكون إن شاء الله قادمين على بث النور بسخاء وأخذ النور بطلاوة. أختم بقصة إن شاء الله تبين قيمة الالتجاء إلى الله وقيمة الدعاء وفضل الدعاء. نعش إن شاء الله نكون شويثة هنا أو عند أخواتكم، نعش قصة السجين. وريت لكم قصة السجين سابقا أم لا؟ هذا إنسان سجين وعنده 4 أخوة معاقين أو 5 على ما أظن، والأم يعني كبيرة وضاعنة في السن والمسؤول عنهم وهو القائم بهم، ومن كثرة يعني هم معاقين من الدرجة الأولى، يعني حتى لما يدخلوا للبيت الراحة يلزمهم إعاقة تامة. بما أنه قائم بأخوته فالعمل بتاعه ضعضع واحتياجه للمال كثير، وبالتالي يستدين باش يقضي يعني حوائج المعاقين وغير ذلك. وصلنا عنده 200,000 ريال سعودي دين، وتعذر عليه أن يؤدي هذا الدين. صاحب المال صبر صبر ثم شكاره ودخل السجن. أمه اشتد عليها الكرب، يعني ولا في عصمتها رعاية 5 أولاد يعني معاقين، صعب عليها الأمر. شفيكم الله، وقالت شفيكم الله من كل داء إن شاء الله. وقالت العمود الفقري بتاعها تعب وليت عاجزة، ما هي الأسباب التي يمكنها أن تتخذها؟ الرشاوي لا تقدر عليها، الجاه والسلطان ليس عندها، امرأة كبيرة ضعيفة مستضعفة، فكل الأرقام الدعاء. شقت كان الحال رمضان اللي مرت عليه القصة، العسكري الضابط اللي مرت عليه القصة هو اللي يروي في القصة للشيخ مباشرة، وأنا سمعتها من الشيخ. لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سألتجو إلى الله، يعني الإنسان يرفع يديه لمن لا يردهم فارغين. أيام العيدية السيد هذا الضابط قال أنا في عطلة، يعني أيام عيد مثلا ماش دوام، واخذ هو العطلة، طبعا الشرطة ما تسكرش ولكن هو واخذ الإجازة ليلة العيد. قال سبحان الله المفروض نصبح راقد ومرتاح وفرحان. قال نلقى روحي مش قادر، أصابه الأرق يعني ما بيشربش ما داقش روحه. قال بحثت نعمل في الدار، كل اللي نجم نعمله في الدار نصلح شي حد نمسك الزوتين نمشي للدوام نمشي نخدم على روحي نشوف أصحابي ونشوف. قال لنا دخلت وجه هاتف من عند المرأة هذه اللي حكيت لكم عليها، أنا فلانة الفلانية راني طالبة من رب سبحانه وتعالى، راني من شقان الفطر ولم صلاة الفجر، وأنا على سجادتي ما قمت كان من شقان الفطر حتى لصلاة الفجر دون ما طلع نهار شوية لكلمته، وانا على سجادتي ما نقوم منها كان باش نجدد الرؤيا وقت اللي نقض الرؤيا لانها صايمه، وطالبه على ربي انه ابني اليوم تخرجه لي وشق الفطر عندي. قال من قوه الادب اللي هي فيه المراه واللطف والكلام الزين، قال نتجه كانت تحب على راسها وتبوسها بالهاتف. قال قلت لها إن شاء الله إن شاء الله مجاملة، يعني عمر مستبعد سبحان الله، يعني نهار عيد كربي عنده كل شيء سهل سبحان الله. قال لنا من زنك حاير ومتأثر على المرأة، قالت له راه معاق في دمته معاقين قال قعدت على الحاسوب وقلت هات نشوف الناس اللي قال احنا مستأنسين عندنا جمعية تعين المساجين ماديا وتعين أهالي المساجين ماديا، مشاركين فيها مجموعة من التجار وأصحاب الأعمال بأسمائهم بالإيكونت تاعهم. قالت نشوف نلقى شي واحد مازال ما أداش زكاته، غالبا ما يأدوها في رمضان، نلقى كل شيء تم، كل شيء مشى لبلاصتو، يعني عطاو مشى لبلاصتو ما ثم شيء.
قال هي الأم لما كلمتني عليه ولدها أنا نعرفه في الدوام من دون المساجين الكل هو خلوق مؤدب وصامت لا يكلم أحدا. قال لها ولدك ما شاء الله عليه لكنه صامت علاش؟ قالوا خاطر أخوته هكا هكا هذاك يخمم في أخيته ويخمم في أمه وراه كان عنده منين يخلص راهو خلص راهو عاجز. قال زدت تعاطفت معاه وجابتها لعل الله يرحم. قال أنا علقت يعني على الهاتف ودخل صاحبه زميله مرحبا يا فلان كسبتك هنا. قالوا أنا قلقت من الدار جيت منيش يعني في عطلة والله تو كلمتني مرأة كذا كذا. قال الله الله هذا غاية المنى أنا عندي زكاتي وحل فيها خذ هذا 40,000 من 200 دبرنا على 40 مليون. قال بديت نخمم نهزنا من نبحث في الملفات هك وضرب الهاتف معاك كاتب الشيخ الفلاني الجمعية خيرية فلانية يحب يكلمك. قال له عندي. قال والله يا ولدي أنا الشيخ فلان الفلاني صاحب جمعية كذا كذا احنا خصصنا للمساجين مقدار 140,000 نحب نقسمهم للأربعة خمس من الناس اللي أكثر يعني يعيشوا حالات أصعب من غيرهم. قالوا يا أخي سيلشي راهي كلمتني مرأة عندها كذا كذا معه. قال الله بصلي عمي وش نحب أكثر أعطيه من حب كان هم أعطيهم ليهم وكلهم يدعيهم لفلان الفلاني. نسيت الدعوة شيء للبابا. قال 140 ولدي 220 هذا كلموا للفلوس لعل الأربعين جوا في الصباح 140 جوا بعد الظهر العشي كلموا للفلوس. قال له راهو السيرة في عافية. قال والله ما كنت نعرف اللي هو أخوته معاقين ولا ويا نصبرت صبرت وطلق أما والله لستو يعني أقل احتياج منكم للأجر أنا متجاوز على العشي. قال بحال ما مشكلة بزيت مشكلة ثانية أنا مانيش في الدوام وحالة عطلة كيفاش تخرج إنسان في عطلة ما يخرجوش. قال كلمت عارفي قلت له راهي القضية كذا كذا. قال له استرني يعني كلم اللي فوق ونرجع لك. قال له تخرجوه خاصة وأنه عنده معاقين وأمه كذا كذا وخذوا عليه التزام يرجع بعد العيد ويتمم الإجراءات ويقعد تنازل على الموضوع. تم الأمل. قال الفرحة بتاعي ما نجمش نستنى أعطيت الإجراءات الإدارية يعملها واحد من الحاضرين ومشيت نجري للوالدة نحبها. شوفوا شوفوا يا أخي والله يوقفني أخي نحب الوالدة تشاركني في الأجر. خذا النمر بتاع الأم هزوا من هيك ما هو كلمته هي خذا النمر الأم وكلم أم وشوفوا العفة كان احنا اي طول ها ولدك جاي فهمنا لمرانا راجل ما شاء الله كول احنا ناس ما عندنا حتى حواجز. هو شوف اني احب امه تدخل في الاجر وما تجرأش على نساء الاخرين من هي كلمته. عطى الهاتف لامه وحكى لها وقال لها بشرها باللي ولدها تو جايها. قال لي اختي الوالدة والوالدة قال لك من تجبد الدمعة من قال لك اختي الوالدة كلمتها تحلت مناحة أم تبكي وأم الوليد يبكي قال بقى نبكي وتحلت مناحة بين الفرح والبكاء والسعادة بفرج الله. واللي دعاته لقاته قالت يا ربي اليوم يشرح ياكل معايا يشق فطره معايا يا ربي نحبه اليوم يشق فطره معايا وشق فطره معاكم. ما زالش إنسان يشك في الدعاء يا أخواتي وما زالش إنسان يسلم في هالسلاح العظيم. اللي عندك مشكلة في زوج في ابن ضال في ابن عاصي في ابن عاق في زوج ظالم في زوج مستبد أي طاغية أي مشكل شد ليلا نهارا للدعاء ليلا نهارا للدعاء. أحد المشايخ يقول استوصلت العبد باش نحلوا مشكلة تاع بناء بنياوي يعني أمور إدارية في بنية عقار معين وهو إنسان توسم في الخير وأنا وعدته أعطيت الموضوع للمحامي وبعد
بعد 3 ولا 4 شهور جاء المحامي قال لي أنا ما بقيتش وقت وخدم الموضوع وحدك. قالوا أنا ماشي للعمرة من مكة للمدينة والحشومة في وجهي على الأخر، يعني مت الرجل محتاج لهيك الأوراق الإدارية وعدته والآخر أخلف بوعده. قال شنو الحل؟ مشيت في الصلاة على رسول الله، قال من وقف كان لضرورة طول الثنية بين مكة والمدينة 400 كيلومتر، على طول 400 كيلومتر وشدت الصلاة على رسول الله. قال دوب ما وصلت موجود أنا وثلاث من الناس وثم إنسان ما نعرفوش. دوب ما وصلت قالوا أنت باش تفطر عندي، والله باش يعني قال احنا ثلاثة علاش اختارني أنا؟ مشى افطر عنده، معناه استبشر بخير انه ماشي للمدينه وانه من ضيوف الرحمن. وبعد يلقاه مهموم قال له شبيك مهموم؟ قال له والله واعد فلان كذا كذا كذا. قال له هذا اللي طالبه انت الكل، انا خادمه خدمته لشكون وما خداش اهو جاهز وحاضر. قال سبحان الله للعهد من بين 3 من الناس يختارني وطلعت قضيتي وحاجتي عنده، زعما هما عرفوا هكا عند التليباتي. واللي شد فيه واللي يرضى باللي يعمله له ربي يرضيه، ربي يرضينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا ميمونا عطرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. ربي يكرمك ويرحمك.